السلام عليكم. كثيراً ما توجه انتقادات للأطباء بسبب أو بدون سبب، ولكن للأسف كثير من الناس ما بيعرفوا طبيعة الطب وطبيعة المؤسسة الطبية اللي بيشتغل فيها الطبيب، وما بيعرفوا كمان طبيعة الطبيب نفسه. يعني الطبيب في النهاية هو إنسان ولابد أنه يرتكب بعض الأخطاء. ففي هذا الفيديو إن شاء الله حنسلط الضوء على بعض الجهل الطبي اللي موجود عند كثير من عامة الناس، اللي بيؤدي إلى خلافات ونزاعات بين المرضى والأطباء، وهي النزاعات والخلافات ما إلها أي داعي. أول إشي نبدأ في المعضلة الطبية، مشكلة الطب. كثير الناس ما بيعرفوا الصعوبة اللي بواجهها الطبيب في تطبيق هذا الطب. أول إشي الطب للأسف يعني علم ضخم جدا، وبحر وبل محيط من العلم الذي لا يستطيع أي طبيب مهما بلغ يعني جهده واجتهاده أنه يلم ولو بفرع صغير من فروع الطب. يعني لما كنت في الجامعة كان زميلي يحكي لي لازم الواحد يعرف كل إشي عن تخصصه، فكنت أنا وياه في مكتبة الجامعة وورجيته كتاب موجود في مكتبة الجامعة. الكتاب حجمه هالقد، يعني الكتاب فيه تقريبا 3000 أو 4000 صفحة، وكان عنوان الكتاب هو Diabetes Mellitus، يعني مرض السكري. تصور أنت كتاب كامل ضخم مجلد بس عن مرض واحد هو مرض السكري، فما بالك بآلاف الأمراض الموجودة في مختلف التخصصات الطبية. أول تحدي بواجه الطبيب هو التحدي في التشخيص، والتشخيص دائما بيبدأ من السيرة المرضية. يعني كثير من الناس بيقول لك دكتور أعطيني علاج، طب استنى شوي علي، لازم أول إشي حتى نوصل للعلاج أول إشي لازم نأخذ السيرة المرضية. يعني لازم أسألك مجموعة كبيرة من الأسئلة من خلالها ممكن أوصل لتشخيص حتى من دون ما نمشي في بقية الإجراءات. أهم إشي في عملية التشخيص هو السيرة المرضية، هو الأسئلة اللي بيسألها الطبيب للمريض وأهل المريض. إذا كانوا أهل المريض على درجة عالية من الوعي ومن الملاحظة وجاوبوا هذه الأسئلة إجابات دقيقة، ساعتها بيكون التشخيص أسهل بكثير على الطبيب، وممكن يوصل التشخيص فقط من خلال هذه الأسئلة. لكن في بعض المرضى بيقول لك أنا جاي على هذا المستشفى الكبير عشان تسألني، افحص المريض واعرف شو عنده. هذا كلام، يعني مع احترامي لكم، هذا الكلام يعني يناقض أساسيات الطب. أساسيات الطب أهم إشي، أهم خطوة في التشخيص وفي العلاج وفي أي إشي هي السيرة المرضية، هي الأسئلة اللي بسألك إياها حتى نوصل للتشخيص الصحيح. بعد السيرة المرضية بيبدأ إيش؟ الفحص السريري. بنفحص المريض حتى نلاقي أي علامة من علامات المرض اللي إحنا بندور عليه. وبعد الفحص السريري قد إذا ما وصلنا لتشخيص واضح ممكن نلجأ لفحوصات إذا ما كان التشخيص واضح. في بعض الناس خلاص بدهم فحوصات، حتى لو التشخيص واضح بدهم فحوصات. لا، إذا التشخيص واضح ما في داعي لأي فحوصات طبية. الفحوصات الطبية بنعملها حتى نتأكد من التشخيص إذا كان التشخيص غير واضح. وبعد ما نوصل للتشخيص في النهاية بيبدأ العلاج. يعني لا يمكن أن، يعني في بعض الناس بيقول لك أعطيني علاج دكتور وخلص أنا بدي أروح. يعني كيف بدي أعالجك؟ بدي أعالجك لإيش؟ إذا أنا مش عارف ابنك شو عنده كيف بدي أعالجه؟ لازم أوصل أول إشي لتشخيص، بعديها بيبدأ العلاج. شو التحديات الأخرى في التشخيص؟ كثير من يعني المرضى بيجوا في بداية المرض، في بداية المرض التشخيص بيكون صعب جدا جدا، وهذا اللي أنا بحكيه كثير من الأهالي. يعني بيجوا للطفل وعنده حرارة من 5 ساعات ولا من 6 ساعات ولا من 12 ساعة ولا إلها يوم الحرارة، فإنك توجد سبب الحرارة أحيانا بيكون صعب، خصوصا في أول يوم، لأن الأول يوم ما بتظهر كل الأعراض. الأعراض ممكن أول يوم يظهر حرارة، ثاني يوم ترجيع، ثالث يوم إسهال. فيعني لو الأعراض كلها بتيجي مرة واحدة مع بعض بيكون التشخيص سهل جدا، بينما في غالبا الأعراض بتيجي يعني بالتدريج، ما بتيجي كل الأعراض مرة واحدة.
ثانيا في بعض الامراض يجب ان تكون مزمنه حتى نشخصها، يعني في بعض الامراض من ضمن الكرايتيريا، يعني من ضمن الشروط اللازم حتى تشخص مرض معين لازم يمر عليه مثلا 6 أشهر حتى نقول والله المريض مصاب بالمرض الفلاني، او يمر عليه لازم يمر عليه 2 شهر حتى نصنفه انه مصاب بالمرض الفلاني. ففي بعض الامراض طبيعتها تاخذ وقت حتى نوصل للتشخيص. كمان بعض الامراض بتاخر تشخيصها لانها امراض نادره جدا، فمعظم الاطباء مش عارفين بهذا المرض او ما سمعوا فيه او عمرهم ما تعاملوا معه، فبتاخر التشخيص خصوصا في هاي الامراض النادره الاطباء ما بتعودوا على التعامل معها. حتى في بعض الكتب بتلاقي انه والله هذا التشخيص او هذا المرض بيكون التاخر في تشخيصه مثلا 3 أسابيع 4 أسابيع 6 أسابيع على حسب نوع المرض. في كمان تحديات بتواجهنا انه الاعراض ما بتيجي زي ما هي مكتوبه في الكتاب، يعني احنا كاطباء لما نشوف مريض عنده الاعراض زي ما هي مكتوبه في الكتاب بنفرح، نقول هذا يعني تيبيكال كيس، حاله مثاليه زي ما هي مكتوبه في الكتاب، ويا ريت كل الامراض تيجي زي ما هي مكتوبه في الكتاب، لانه لو كانت هذا الموضوع زي هيك كان صرنا زي الهندسه، يعني 1+1=2، اذا المريض عنده الاعراض الفلانيه 1 و2 و3 و4 خلاص بشخصه انا على التليفون اذا هيك، ولكن الطب مش بهاي البساطه ومش بهاي السهوله. نفس المرض كل مره ممكن يجي بعرض مختلف. من التحديات الاخرى في التشخيص اللي هو الفحوصات، الفحوصات الطبيه يعني تقريبا 99% من الفحوصات الطبيه ما بتاكد لك 100% انه المريض عنده المرض الفلاني، يعني الفحوصات الطبيه مش دقيقه 100%، يعني ممكن الفحص يحكي لك انه والله المريض ما عنده المرض الفلاني وفي الواقع عنده هذا المرض، او ممكن الفحص يحكي لك انه والله عنده المرض ولكن هو حقيقة ما عنده هذا المرض، وهذا بيعتمد على خبرة الطبيب وتجميعه للسيرة المرضية مع الفحص مع الفحوصات، بجمعهم كلهم على بعض حتى يكون الصورة النهائية ويوصل له التشخيص. فحتى التشخيصات الطبية مرات بدل ما تساعدنا بتضللنا، بتودينا لاتجاهات مختلفة. في بعض الأمراض ما في، مش بعض الأمراض، كثير من الأمراض ما في فحوصات دقيقة لتشخيصها، وإنما بنلجأ للخبرة من خبرتنا في التعامل مع هاي الأمراض وتكررها، من خبرتنا بنقدر نوصل للتشخيص، وأحياناً بيكون التشخيص غير واضح. وفي بعض الأمراض لها يعني فحوصات، ولكن هاي الفحوصات يعني غير متوفرة في أي مكان، لازم في يعني لازم مراكز متخصصة حتى تعمل هاي الفحوصات. وفي بعض الأمراض إلها فحوصات ما بتنعمل إلا في المراكز بحثية عالمية، مش موجودة إلا يمكن 3 أو 4 مراكز في العالم كله. فالتشخيص مرات بيكون صعب جدا ومرات بيكون سهل جدا. يعني حاب أشبه موضوع التشخيص في موضوع الفتوى، الفتوى الإسلامية. يعني أحياناً الحين لو واحد سألك الخمر حلال ولا حرام هتجاوبه بكل بساطة الخمر حرام. هاي في حد ذاتها أنك تحكي له الخمر حرام هاي هي فتوى. ففي بعض الفتاوى سهلة جداً وممكن أي واحد من عامة المسلمين يفتي فيها، بينما في بعض الأمور تحتاج إلى مجموعة من العلماء ومجموعة من يعني زي القضايا الطبية المعاصرة والجديدة بتحتاج مجموعة من العلماء الإسلاميين مع مجموعة من الأطباء حتى يجتمعوا ويقرروا هذا الشيء المستجد، هل هو حلال أم حرام، هل يجوز أن نطبقه أم لا. ونفس الشيء في الطب، في بعض الأمراض ممكن طالب طب يشخص المرض ويعطيك علاج، زي مثلا التهاب في اللوز، إذا كانت والله فتح ثم الطفل ولقى اللوز ملتهبة وفيها صديد، خلاص التشخيص واضح، وممكن حتى طالب طب يشخص الطفل ويعالجه. ولكن في بعض الأمراض بتحتاج إلى أخصائي، في بعض الأمراض تحتاج إلى استشاري، في بعض الأمراض بدها مجموعة من الاستشاريين، وقد يجتمع مجموعة من الاستشاريين من قلب لجهاز هضمي لجهاز تنفسي لأعصاب ويجتمعوا ويطلبوا كل الفحوصات المتوفرة، ومع ذلك ممكن في النهاية ما يوصلوا للتشخيص. فإحنا في النهاية حتى مع كل هالتقدم الطبي
مش شرط ان نوصل لتشخيص. واحيانا بيكون التشخيص الدقيق مش مهم جدا، يعني بعض المرضى بتقول لهم والله عنده التهاب فيروسي، بده يعرف شو الفيروس. يعني طب انت شو فرق معك اذا كان الفيروس ار اس في ولا سي ام في ولا اي بي في؟ معظم هاي الفيروسات علاجها واحد، سواء شو كان اسم الفيروس مش مهم. معظم هاي الفيروسات يعني اصلا ما في مضاد يقتلها، معظمها بس يمكن في نوع او اثنين لهم مضاد يقتل الفيروسات، بقيه الفيروسات ما لها اي مضاد، ما لها اي علاج، وانما علاجها بنعالج الاعراض، بنساعد المريض حتى يوصل لمرحله التشافي بالعلاجات المسكنه او غيرها من العلاجات، او مثلا جهاز تنفس اذا كان تعبان ونفسه مش قادر يتنفس، حتى يوصل لمرحله التعافي. فمش كل شيء له علاج. الحين مشاكلنا والتحديات اللي بنواجهها في موضوع العلاج، انه كثير من الناس بتوقعوا انه العلاج هو عباره عن سحر، يعني المريض مفروض اذا دخل المستشفى خلال 24 ساعه لازم يقوم زي الحصان. لا، العلاج مش سحر، العلاج بده وقت، احيانا بحتاج يومين، ثلاثة ايام، ممكن اسبوع حتى يتعافى المريض. فاحنا الادويه مش دائما بتكون مفعولها زي السحر، وانما بتحتاج وقت. ثاني نقطه انه احنا العلاج من عندنا، ولكن الشفاء من مين؟ الشفاء من رب العالمين. كل الناس بيؤمنوا بهذا الشيء بالكلام فقط، ولكن فعليا لما تنزل لأرض الواقع ما حدا مؤمن بانه العلاج انه الشفاء من رب العالمين. الكل بده والله ابنه او مرته او اخوه او ابوه يتعافى من المرض خلال ساعات مش خلال ايام. طبعا الشفاء لا يمكن انه يكون بايد الطبيب، يعني نفس المرض، انت نفسك نفس المرض، لما تصير معك رشحه تاخذ لها علاج، المره الاولى ممكن تتعافى خلال يومين. نفس الرشحه تجيك الانفلونزا تجيك بعد سنه ممكن تقعد معك 4 ايام او 5 ايام، وهو نفس المرض ونفس الشخص، ومره قاعد مع المرض يومين، مره قاعد مع المرض 5 ايام. فكيف انت بتطالبنا انه نشفي المريض؟ احنا ما بنقدر، ما عندنا قدره على الشفاء، احنا قدره عندنا قدره بس نعطي العلاج. هل المريض استجاب ام ما استجاب؟ هاي مش بايدنا، هاي بايد رب العالمين. كثير من الامراض ما لها علاج للاسف، يعني الناس يعني بنصدمه انه متوقعين انه خلص كل مرض له علاج. لا، كثير من الامراض ما لها علاج، يعني حتى يعني فيروسات بسيطه جدا ما لها اي علاج، وانما العلاجات اللي بنقدمها بتساعد المريض انه يتعافى، بتخفف منه الاعراض، بتخفف عليه، بس انه كعلاج شافي ما في. وربنا خلق في جسم اجسامنا جهاز مناعه قوي، هذا الجهاز المناعه بيعمل على علاج المريض والتخلص من هاي الفيروسات. فالناس مش مؤمنين بهذا الجهاز المناعه، مع انه هذا الجهاز يعني غايه في التعقيد، غايه في الاعجاز، يعني اصبح تخصص جهاز المناعة، أصبح تخصص طبي فرعي معترف فيه. فلازم نعتمد على جهاز المناعة أكثر من الأدوية. الناس خلص صار إيمانها فقط في الأدوية. الجسم عنده قدرة أنه يعالج نفسه، ربنا حط فيه هذه القدرة أنه يعالج نفسه. في أشياء غريبة بتحدث أحياناً، أهل المريض بيجيبوا المريض على المستشفى ميت، قلبه ما بنبض، فيش فيه أي علامة من علامات الحياة. الأطباء بيبذلوا كل جهدهم في إنعاش القلب والرئتين، المريض بتوفى في المستشفى، ولكن الأهل ما بقبلوا الموضوع، بضربوا الأطباء، بكسروا الأجهزة اللي في المستشفى. طب يعني شو متوقعين؟ أنتوا جايبين المريض على المستشفى ميت، يعني متوقعين أنه في عندنا إحنا أرواح مخبيينها عنكم والناس نعطي مريضكم روح؟ احنا والله ما احنا بشر زينا زيكم، ما في عندنا ارواح نخبيها عنكم. فاذا انت جايب المريض ميت على المستشفى تتوقع انه يرجع زي الحصان؟ اكيد يعني على الاغلب حيطلع ميت. فقول الحمد لله، ارضى بقضاء الله، وما احنا مش السبب، مش احنا اللي موتناه، احنا حاولنا ننقذ حياته وفشلنا. الطبيب لا يعلم الغيب،
لما كنت مقيم أطفال سنة أولى جابوا لي أهل طفل عنده استفراغ، كان بيستفرغ له يمكن 3 مرات أو 4 مرات. فحصت الطفل، كان وضعه جيد، فأنا كنت محتار، كنت لساتني سنة أولى وخبرتي ضعيفة وكنت خايف أروحه، فقلت خليني أرمي الكرة في ملعب الأهل. فقلت لهم شو رأيكم تدخلوا على المستشفى؟ راحوا رموا الكرة لملعبي، قالوا لا دكتور أنت الدكتور وأنت اللي بتقرر. قلت لهم خلاص ما دام هيك هاي خروج، وأنا لسه بدي أكتب له الوصفة عشان أخرجه من المستشفى. راح الطفل استفرغ، فأجون الأهل مسرعين، دكتور دكتور خلص بدنا ندخله على المستشفى. كتبت له دخول ودخلته على المستشفى. بعد بأيام كنت مناوب في المستشفى، فبتفاجأ مرينا على المرور على المرضى، هذا مريض شايفونه قبل هيك، وين شايفه وين شايفه. بعدين ذكرت إني إيش شفته في الطوارئ. بعد ما أنا دخلته على المستشفى صار في عنده تداخل في الأمعاء، أو هو أصلاً كان عنده تداخل في الأمعاء، وصار في نزيف من الفتحة الشرجية، ودخل العمليات وعملوا له عملية. طبعاً أنا لو أجاني هذا المريض وأنا حنين أخصائي أطفال كنت حروحهم بدون تفكير، لأنه يعني الولد كان وضعه ممتاز جداً، ما كان في أي علامات من علامات انسداد الأمعاء. بس سبحان الله ربنا ستر وربنا قدر وربنا لطف. طبعا لو واحد ثاني حيقول لك اه شو هالطبيب الحمار روحت المريض وهي صار معاه طلع عنده انسداد في الامعاء. طب انا شو عرف المريض جاي في بدايه المرض ومش مبين عليه اي علامات من علامات اللي هي انسداد الامعاء، مثل انه والله الاستفراغ تبعه لونه اخضر في اخضر، او انه الطفل تعبان بشكل كبير. فاحيانا كثير يعني ربنا اللي بلطف فينا وبلطف في المرضى وبيقدر انه نعمل اشياء للمريض هو فعليا لو تيجي من الناحيه النظريه ما بيحتاجها. فالطبيب بشكل عام انسان لا يعلم الغيب، انا ما بعرف انه والله ابنك حيصير معاه كذا وكذا وكذا اموره حتصير أسوأ مما هي عليه الان. تقبل الاختلاف الأطباء خصوصا في موضوع العلاج. يعني كثير من الناس بيجوا يقول لك دكتور أنا رحت على الدكتور الفلاني وعلى الدكتور العلاني وكل واحد بيحكي لي كلام وأنا مش عارف شو الصح وشو الغلط. كثير من الناس ما بتقبلوا اختلاف الأطباء، مع أنه الكتب الطبية وحتى الدراسات الطبية بتلاقي دراسة بتقول لك آه والله العلاج الفلاني مفيد، ودراسة طبية أخرى بتقول لك لا العلاج الفلاني غير مفيد، أو ممكن تقول لك أنه ضار. إذا الدراسات الطبية فيها تناقضات واختلافات، بل حتى نفس الكتاب، لأنه كتبنا إحنا الطبية الكبيرة بيكون مؤلفها أكثر من مؤلف، يعني كل وحدة بيكون مؤلفها طبيب مختلف عن الطبيب الآخر، فبتلاقي في نفس الكتاب بعض الاختلافات وبعض التناقضات، وإحنا بنتقبل هذا الموضوع. فلازم تعرفوا أنه الطب مش 1+1=2، في اختلافات في الآراء، في اختلافات في كيفية العلاج، وزي ما حكينا أنه في أمراض يعني تشخيصها ما بيكون واضح جدا، فبناء عليه حيصير في اختلافات في طريقة العلاج. في مثلا حتى في مثلا بعض الأمراض تحتاج جرعة عالية في العلاج، وفي دراسات تقول لك لا حتى الجرعة القليلة ممكن تكون كافية، فبعض الأطباء بيقول لك لا أنا بستخدم الجرعة العالية، الأطباء الثانيين بيقول لك لا أنا بستخدم الجرعة الأقل. فهي الاختلافات في الطب موجودة، مش بس عند الأطباء عشانهم بشر بيختلفوا، لا حتى في الطب كطب في اختلافات كثير في الدراسات، في نفس الكتاب بتلاقي اختلافات. الحين نحكي عن المؤسسة الطبية. كثير من يعني المشاكل اللي بتحدث للطبيب مش سببها الطبيب، وإنما سببها المؤسسة الطبية اللي هو بعمل فيها. على سبيل المثال مرة من المرات رحت أحضر أو أشارك في يوم طبي مجاني، للأسف كان في أعداد كبيرة من المرضى، كانوا يقبلوا الجميع، المريض واللي مش مريض الكل جاي، وما في عندي لا مختبر ولا أشعة، وكل ما أخلص من مريض في غيره يمكن 50 مريض قاعدين بستنوا. ف
فاكتشفت في النهاية أني قاعد بخبص، وأنا عارف أني بخبص لأنه بعالج مرضى جايين وبدهم علاج، وأنا ما في شيء عندي لا إمكانيات ولا عندي وقت، وبدي أخلص هالعدد الكبير من المرضى. فصرت خلاص بدك مضاد حيوي، خذ مضاد حيوي، خذ مضاد حيوي. اكتشفت في النهاية إن هي عبارة عن حفلة توزيع أدوية. فمن يوميتها بطلت أروح على أي يوم طبي مجاني، لأنه اكتشفت إنه موضوع تخبيص. يعني أنا حالياً بشوف تقريباً 15 مريض خلال 8 ساعات، ومع ذلك بروح وأنا تعبان وقرفان، ومش قادر أتخيل كيف إنه بعض المؤسسات الطبية بتجبر الأطباء إنهم يشوفوا فوق 100 مريض خلال 8 ساعات. فأكيد هذا الطبيب بيخبص وعارف حاله إنه بيخبص، وغصب عنه حيخبص، لأنه مع هاي الأعداد الهائلة لا المريض حيأخذ حقه ولا الطبيب حيأخذ حقه. كمان بعض المؤسسات الطبية بتجبر الطبيب إنه يعمل ساعات طويلة جدا فوق 30 ساعة، وخلال هالثلاثين ساعة ممكن ينام فقط ساعة أو ساعتين. فأنا لما أشوف المريض وأنا بعد دوام فوق 25 ساعة وأنا مسطل ودايخ وشايف نجوم الظهر، وبعدين بتقول لي ليش أخطأت، ليش قصرت، ليش أهملت؟ ما أنا أهملت وقصرت وأخطأت بسبب المؤسسة الطبية اللي بتجبرني على هذا العمل المتواصل اللي البشر ما بتحملوه. وللأسف كثير من المؤسسات الطبية ما بتطبق لا قوانين عمل ولا قوانين عمال، وبتحرث على الطبيب حراثة وبتخليه يشتغل بدل عن 3 موظفين حتى، وفي بعضهم كمان فوق هذا الشغل المضاعف ما بيعطوه أي راتب بحجة إنه والله طبيب متدرب، وعشان يعني بيذلوه وبيسموه بدنه بحجة هالورقة اللي حيعطوه إياها بعد 4 ولا 5 سنوات إنك والله أكملت التدريب في برنامج الاختصاص الفلاني، وياريتها شهادة، هاي بس هيك ورقة خبرة من خلالها بروح بيقدم على المجلس الطبي وبيقدم امتحان البورد وممكن ينجح فيه وممكن يرسب فيه. فشو بتتوقع مني بعد كل هذا الاستغلال اللي بتستغله المؤسسات الطبية للطبيب؟ وفي النهاية من يجي الموضوع الطبيب، أنا لا أنكر إنه في بعض الأطباء يعني نصابين، في بعض الأطباء محتالين، في بعض الأطباء وضعهم العلمي ضعيف، في بعض الأطباء في عندهم إهمال وعدم اكتراث، ولكن في النهاية لا يوجد طبيب بدون أخطاء. إذا في طبيب على وجه الكرة الأرضية بقول لك أنا عمري ما أخطأت خطأ بكون كذاب. أنا شفت يعني ناس هم قمة في العلم، قمة في الأخلاق، قمة في الاجتهاد، ومع ذلك وقعوا في أخطاء. فهاي مستحيل تقول لي إنه في طبيب ما بيخطئ. فهذا يعني إحنا في النهاية كأطباء بشر ولا بد إنه نخطئ، بس الحمد لله معظم هاي الأخطاء يتم تداركها، يعني ما بتوصل للمريض، وحتى لو وصلت بكون ضررها ما بيكون لها ضرر أصلا. يعني ممكن مثلا أنا أكتب جرعة زيادة عن اللزوم أو أقل من اللزوم، تيجي الممرضة تنبهني تقول لي دكتور هاي الجرعة صح ولا غلط، ولا لا والله غلطت فيها بغيرها. أو ممكن الصيدلاني لما يجي يصرف الدواء يقول له دكتور أنت متأكد من هاي الجرعة، أقول له لا هاي غلط أنا أعدل لي إياها. فالأخطاء الطبية هذا يعني إشي اللي ما بده يخطأ مش حيشتغل. إذا ما بدك أخطاء طبية معناته ما فيش طبيب حيشتغل على وجه الكرة الأرضية. كمان في موضوع الخطأ الطبي صعب إثباته، يعني مش كل واحد بيقول لك والله في خطأ طبي معناته كلامه صحيح. يعني من الأشياء اللي بتضحك اللي سمعت فيها إنه والله مات فلان أو مات واحد من أقاربه لأنه نسيوا الجهاز اللي بيقيس الضغط على إيده. يعني إشي صراحة تافه لدرجة إنه ما بحتاج الرد عليه أصلاً. في العناية المركزة الجهاز قياس الضغط بضله 24 ساعة على إيد المريض، والجهاز بيقيس الضغط كل ساعة بشكل أوتوماتيكي. فإنك تيجي تقول لي والله مات المريض عشان نسيوا جهاز الضغط على إيده، يعني هذا قمة الجهل، قمة الجهل. فأحياناً يعني المرضى بربطوا بين أشياء ما إلها علاقة أبداً أبداً.
وحتى المضاعفات الطبية بقول لك هاي والله هاي خطأ طبي، هاي مضاعفات موجودة في كل الكتب. يعني أي عملية في الدنيا، أي إجراء طبي من ضمن مضاعفاته أنه يصير فيه التهاب، فإذا صار عندك التهاب بعد العملية هذا يعني أنه هذا خطأ طبي. ولكن إذا كان مثلا في مستشفى معين والله كل العمليات أو 50% من العمليات اللي بتنعمل فيه يصير فيه بعدها التهاب، معناته لا في مشكلة في هذه المؤسسة الطبية. في النهاية يعني قبل ما تسمع أنه والله في يعني خطأ طبي معين حدث لمريض، اتأكد، اسأل أي حدا بتعرفه من الأطباء هل فعلا هذا راكب منطقيا أنه والله زي هاي القصة اللي مات بسبب جهاز الضغط. يعني في أشياء بتضحك كثير بسبب جهل الناس. أشكركم على استماعكم وآسف طولت عليكم، وما تزعلوا منا إحنا كأطباء، إحنا والله يعني بدنا سلامتكم وبدنا صحتكم، ولكن إحنا في النهاية بشر. إحنا هاي المعلومة اللي لازم تعرفوها، إحنا في النهاية بشر زينا زيكم. وشكرا لاستماعكم. ولكي يصلكم كل جديد أرجو الاشتراك في قناة الدكتور محمد ياسين الأغا على اليوتيوب ومتابعة الصفحة على الفيسبوك.